بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب صيدلية الهلال، مش هطول عليكم، بس كده مباشر كل يوم بقوله لكم عشان خاطر احاول اتواصل معاكم ومع الجروب بتاعنا، جروب صيدلية الهلال الجميل جدا اللي كله معلومات طبية وكمان تكافل اجتماعي بيننا وبين بعض وبين الاصدقاء كلهم. بشكر كل الناس اللي بتتبرع، وبشكر كل الناس اللي بتساهم معانا في نجاح الجروب، وبشكر كل الناس اللي بتشاهدني على وسائل التواصل الاجتماعي سواء في جروب صيدلية الهلال او قناة معلومة طبية على اليوتيوب. النهاردة بدأت البث بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية عشان خاطر النهاردة الحلقة بعنوان جمهورية مصر العربية. ان شاء الله بإذن الله هكلمكم في حاجة بسيطة كده، هي برضو هتخص الطب ما تقلقوش. كان في ناشط سوداني هنتكلم عنه النهاردة، الراجل دوت بيتكلم كتير عن مصر. بس قبل ما اتكلم على خالد ابو رهف الناشط السوداني دوت، هتكلم على العلاقه بين مصر والسودان. مصر والسودان من زمان واحنا اشقاء واخوات، ومفيش اي حاجه هتغير العلاقه بيننا. احنا المصريين بنحب اخواتنا السودانيين، وكمان معانا في الجروب سودانيين كتير اشقائنا واخواتنا وكل الوطن العربي. مصر احنا بنحبكم جميعا، كل الناس المغاربه الجزائريين اللي معانا، الكويت، السعودية، كل الإخوة العرب إحنا بنحبكم. السودان بيننا وبينها علاقات كتير، السودان بيننا وبينها حدود، السودان بيننا وبينها نسب. ناس مصريين كتير متجوزين سودانيات، وناس برضو من السودان متجوزين هنا مصريين. طيب يبقى ما نخليش حد يعكر العلاقة بيننا وبين بعض. الغزو الاجنبي او الناس بقى اللي جت والاحتلال والعالم دي اتقسمت الحدود عشان خاطر، مساء النور يا استاذة ليلى. الناس يعني حاولت تقسم حدود بيننا وبين الدول عشان تعمل تفرقة بيننا وبين الدول. يا ريت بس على كده، لا دي بتزرع كمان ناس زي خالد ابو رهف دوت بين البلاد دي عشان توقع البلاد في بعضها. احنا طبعا عمرنا ما هنزعل من حد، السودانيين اخواتنا، ولو في حد بيتكلم عن مصر بصورة وحشة احنا هنطلع وبرضه واجبنا نرد عليه. طب احنا واجبنا نرد عليه ليه واحنا في جروب يعني طبي؟ اللي دخلنا بالسياسة والحاجات ديت مفيش مشكلة، استحملوني هقول لكم برضه معلومات طبية وانا برد على خالد ابو رهف. طبعا ممكن ناس كتير في مصر متعرفه، انا والله ما كنت اعرفه، انا بالصدفة كده كنت بسمع فيديو ليا بتكلم فيه، لقيت الراجل اللي هو صباع العجوة دوت اللي اسمه خالد ابو رهف. الراجل دوت يعني بيسيء لمصر اساءة جامدة جدا، وبيسيء لرمز من رموز مصر. يعني مش انا مش عايز اعلي صوته، انا عايز بس اوريكم بس الراجل دوت. يعني انا مش عارف، يعني يا ريت بس انا ان شاء الله باذن الله اوريكم الصورة بتاعته عشان الناس تبقى عارفاه. وراجل يعني مايع شوية كده ومستفز، راجل مايع ومستفز، والصراحة أنا نفسي يعني استفزني. خالد أبو رهف السوداني دوت، يعني أنا هوريكم صورته إن شاء الله عشان تبقوا برضو الناس، أنا عارف إن ناس كتير مش هتعرفه، ناس كتير مش عارفاه، وأنا والله ما كنت أعرفه، بس هوريكم صورته هيت من غير طبعا ما أطلع صوته. الراجل دوت اهوت، يعني هو ده خالد أبو رهف، صباع العجوة السوداني اللي مصر عامله له قلق في دماغه. هو ده النشط السياسي اللي هم بيقولوا عليه نشط سياسي، بس انا بقول عليه صباع عجوه. صباع العجوه دوت انا هدي له شويه معلومات كده طبيه برضو، عشان بالمناسبه ان الجروب بتاعنا جروب طبي، والراجل ده بيشتم في المصريين وبيشتم كمان في رمز الدوله الرئيس بتاعنا، وما ينفعش حد يعني يكون
جهة أجنبية زرعاه في وسط السودان ويعمل كده. أنا وريتكم صورته وقلت لكم اسمه هو صباع العجوة خالد أبو رهف، أنا مطلق عليه لقب صباع العجوة دوت. صباع العجوة دوت يا ريت الناس كلها اللي تشوفه لا تعمل له بلوك، لا تعمل إبلاغ عنه طبعا، لأن هو بيسيء لمصر وبيسيء كمان للسودان وبيسيء لرمز من رموز الدولة المصرية وكمان الدولة السودانية. خالد أبو رهف ده على طول على طول لابس فانيلا بحمالات، وأنا هقول لكم ليه. هو لابس فانيلا بحمالات عشان طبعا انتوا عارفين الجو هناك حر، فدايما الشخصية دي بيبقى عندها زي تسلخات، يعني خالد أبو رهف ده عنده تسلخات، والواحد لما يكون عنده تسلخات مش لازم ناخد على كلامه، بس احنا طبعا كجروب معلومة طبية يا خالد يا ابو رهف في مرهم اسمه كينا كوم. كينا كوم بدوت جميل جدا للتسلخات عشان خاطر طبعا اللبس هيضايقك، او لو هتلبس لبس ناس محترمه يبقى تستفيد من المعلومه الطبيه. يبقى مرهم كينا كوم ده لو ما لقيتهوش في السودان ممكن انا ابعتهولك من جروب صيدليه الهلال عشان خاطر تعالج التسلخات. وبرده المرهم دوت تمشي عليه 5 ايام بس يا خالد يا صباع يا عجو. الراجل ده دايما هو بيتكلم عن مصر وبيسيء ليها بيبقى متوتر متوتر، وتحس اللي هو عنده تبول لا إرادي. يعني أنا حاسس إن صباع العجوة ده عنده تبول لا إرادي، دايما متوتر ودايما بيروح ويقف ويجري ويسمع مش عارف إيه. فطبعا علاج التبول لا إرادي عشان الناس برضو تبقى عارفاه وخالد صباع العجوة دوت يبقى عارفه، اسمه يوريبان. ده جميل جدا يا خالد، ممكن تاخده قبل ما تنام قرص كده قبل ما تنام، ولو ما ريحكش دوت لمدة شهر ممكن تاخد اقراص اسمها مينيرين. هو غالي شوية معلش، بس احنا ممكن نساهم معاك فيه لو انت معكش فلوس، وممكن نطلعه لك من جروب صيدلية الهلال تاخده مجانا يا عم، مفيش اي مشكلة. احنا بنحب اخواتنا السودانيين وما ينفعش نزعلهم. اقراص اسمها منرين هي غالية شوية، هتاخد حباية كل يوم برضو قبل ما تنام. يبقى كده احنا عرفنا علاج التسلخات بتاع خالد صباع العجوة دوت، وعلاج كمان التبول اللا ارادي عشان هو يعني الرئيس بتاعنا حبيبنا كلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل له زي حالة رعب وتوهان كده وتبول لا ارادي بيحصل له خالد دوت صباع العجوة، فعشان كده دايما يطلع يشتم فيه. الراجل اللي اسمه خالد صباع العجوة دوت محدش طبعا اسمه خالد يزعل مننا ولا الاخوة السودانيين يزعل مننا، احنا بنحب السودانيين جدا 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 الا الراجل ده. الراجل دوت بيسيء في نسب المصريين والجيش المصري، يعني انا مش عارف دوت جاسوس ولا ايه. وكمان بيقول لنا ان السد بتاع الاثيوبيين دوت عاملينه بمضادات مش طيارات، بمضادات حيويه. هو بيقول لك مضادات طائرات ومحسسك اللي هو شغال في المخابرات، هو قاعد اصلا في اوضه وصاله ايجار جديد. يعني انا شايف كده الاوضه بتاعته اوضه وصاله ايجار جديد، وكمان بتاعت حلاق، لان في كرسي دايما بتاع حلاقه بيبقى موجود معاه على طول ورا التسجيل بتاعه. فخالد صباع العجوه دوت انت يا ريت يعني تبعد عن السياسه وتبعد عن الكلام اللي انت بتقوله دوت. يعني انا شوف انا اهو انا ولا ليا في السياسه ولا ليا في اي حاجه، بس انا طالع ارد عليك عشان خاطر تعرف ان المصريين بيكرهوك. بيكرهوك ليه؟ لان انت بتسيء للسودان مش لمصر. مصر احنا عارفين نفسنا كويس وعارفين احنا مين وعارفين الرئيس بتاعنا مين. خالد ابو عجوه دوت او خالد ابو شنب دوت ولا خالد ابو رهف دوت بيقول على المصريين ولود كذا، يعني ولود كذا، احنا ولود كذا. امال اثيوبيا بقى، يعني شوف اثيوبيا، اثيوبيا 19,000 سيده شغاله في الدعاره، لا مؤاخذه يعني في اللفظ، واخده كارنيه كده من الدوله، الدوله الاثيوبيه ماشي. الرئيس بتاعهم اللي هو انا مش عارف اسمه اصلا، ولا بتاع البليله بتاعهم ده اللي هو احمد ده ولا ام احمد ماشي، مرخص ل 19,000 من الشعب بتاعه الدعاره الستات. يبقى مين بقى صباع العجوه
ها يا صباع العجوة، أنا وأنا شايفه قدامي كده هو صباع عجوة أو بشنب، ماشي. يبقى مين هو ها اللي أنت بتقول عليه دوت، يعني اللي مرخص للستات بتاعته، ها اللي ما عندوش ولا نخوة ولا أي حاجة، مرخص ليهم سياحة الجنس للسيدات هناك في أثيوبيا. لو محدش عارف يعني 19,000 واحدة من أثيوبيا شغالة في كده، السياحة هناك في أثيوبيا معتمد على كده، زيها زي بنت عمها تركيا اللي هو خالد صباع الشنب ده، ها بيقول لك إن القواعد الروسية حامية، قواعد روسية وقواعد تركية حامية سد البطيخ بتاعه ده، اللهبل ده اللي السد ده اصلا اول ما تأثيره هيطلع عليهم هم، هيطلع على السودانيين اللي احنا بنجري وبنتعب، ها هم اللي هيتضروا الاول مش احنا. يعني لما يطلع يقول عن المصريين كده دي قلة ادب، ومفروض بقى شعب السودان او لو ناس في السودان، الراجل ده المفروض يتحاكم لانه بيهين الشعب المصري، الشعب المصري اللي هو موجود من قبل ما يتولد ولا قبل حتى السودان ما تبقى على الخريطة، الشعب المصري اللي هو بيستهزأ بيه فراعنة، ها سيدنا موسى يعني اللي خارج من مصر، سيدنا موسى نبي بلد الأنبياء، مش تقول لي بلد الكذا، مصر بلد الأنبياء وبلد الأمن والأمان وهتفضل بلد الأمن والأمان. ومضايقة قوي كلمة الرئيس بتاعنا وهو بيقول اللي هيقرب لها هشيله من على الأرض شيل، وبيقول لك روح بقى ايه شوف اثيوبيا مالت وعملت. طب هي اثيوبيا ولا حد جه ولا تركيا ولا هو عمال ينوش ولا امريكا ولا اي بلد في العالم جت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قربت من مصر؟ رد عليا، انا عايزك يا ابو شنب او يا ابو صباع العجوه ده، ها ترد عليا كده قول لي الرئيس قال لك اللي هيجي ناحيه مصر هنشيله من على الارض شيء، هات لي بلد ماشي جت وهوبت ناحية مصر والرئيس بتاعنا موجود في البلد، جاوبني بقى لو انت فعلا الشنب بتاعك ده شنب فعلا بجد ولا عيرة بقى لزقه على العجوة عامله بعجوة، رد عليا رد عليا كده قول لي في بلد زي تركيا مثلا هوبت ناحية مصر كده من ناحية ليبيا وحصل لها ايه، هات لي دولة قربت من جمهورية مصر العربية والرئيس بتاعنا ما يعني ما شالهوش من على الأرض شيل. معلش أنا دوشتكم بالراجل ده لأن الراجل ده مستفز، ويا ريت أي حد ما يردش عليه، ما حدش يرد عليه ولا يكتب له أي تعليق ولا يكتب له أي حاجة، لأن الراجل ده لا يفقه عن السياسة شيء، هو ممكن يكونوا زارعينه ورق الضغط بقى، هم مفكرين المصريين يعني مثلا او الاداره المصريه هترد على حد زي كده، الاداره المصريه اداره عاقله وعارفه هي بتعمل ايه، نفس الضغوط اللي اتعرض ليها الرئيس السادات قبل حرب 73 نفس الضغوط، البلاد واسرائيل طلعت اللي هيهوب من اسرائيل هنشيله مش عارف ايه، واحنا عملنا خط بري واحنا المصريين دول لو ولاد كذا يحاربونا، المصريين لو رجالة يحاربون، نفس الضغوط. بس الرئيس بتاعنا عارف يعني ايه حرب وعارف يعني ايه سلم، الرئيس بتاعنا مش ميلاد يوم ولا يومين ولا سنة، ده ميلاد سنين. يعني هو الراجل اللي اسمه ابو عجوة ده عمال يتكلم وبيستفزني، بس انا بحب اقول له كلمة واحدة بس، ولاد الرقاصة دول لا تبقى والدته هو اللي مخلفاه وعمال يرقص بالتسلخات اللي عنده دي، لو ولاد الرقاصة اللي هم ولود اثيوبيا اللي هم مش شرفة اللي هم بيمارسوا الدعارة في بلدهم وسياحة الجنس، 19,000 واحدة اثيوبية، 19,000 واحدة اثيوبية بتمارس سياحة الجنس عندهم في اثيوبيا، مصر هتفضل طول عمرها بلد الامن والامان، واحنا موجودين عشان نرد على اي حد هيهاجم مصر او يتكلم عليها كلمة مش حلوة في حقنا ولا في حق تاريخنا ولا في حق أجدادنا ولا في حق أي حد. مصر بلد الأنبياء، مصر بلد الأمن والأمان، وهتفضل طول عمرها هي خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والأمة الإسلامية.
شوفوا كده لما إسرائيل دخلت غزة مين اللي وقف الحرب؟ الرئاسة المصرية في أقل من 24 ساعة وقفت الحرب. شوفوا كده لما ليبيا تركيا دخلت فيها مصر عملت ايه هناك. شوفوا مصر بتقف جنب البلاد، يعني مصر هي اللي واقفة جنبهم في الثورة اللي عملوها، والسيد الرئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر هو اللي اداهم الاستقلال طبعا في 56. يعني انا مش عارف، يعني مصر والسودان دول طول عمرهم بلد واحدة، ليه يطلع حد من عندهم كده؟ يعني انا مش، هو المفروض ما فيش، مش عايزين مسؤولين يردوا عليه، لانه ده شخصية خالد ابو عجوة ده او صباع الشنب ده محدش يرد عليه ولا يذكر ولا التاريخ هيذكره. يعني ما فكرش اي حد يطلع يشتم المصريين هيبقى خلاص هيتشهر، لا بالعكس انت كده بتزود الكراهية، واحنا مبقاش نحبك انت، لكن احنا السودانيين احنا بنحبه. لكن الشخصية اللي هي لا مؤاخذة الزبالة ديت اللي اسمها خالد ابو صباع العجوة دوت اللي هو عنده تسلخات وتبول لا ارادي من الرئيس بتاعنا والشعب المصري، احنا طلعنا عشان نعرفه، يمكن هو مش شايف مثلا او قاعد في اوضة حابسينه، فاحنا بنرد عليه بنوضح له الرؤية. المصريين هتنزل الشارع المصري هتلاقي الشعب السوداني موجود عندنا حتى في المحلات هنا، الناس عارفة بيشتغلوا معانا في المحلات وبيشاركونا في لقمة العيش والحياة ومفيش أي مشاكل، في شركات سودانية كتير هنا في مصر وشغالين ومفيش أي مشكلة. الشعب المصري هتنزل، أنت لو أنت نزلت أصلا مصر، يعني أنت ده أنت يعني لو نزلت مصر يعني ده أنا بقى شنبك ده، أنا هقول لك ده أنت ذكر، لكن أنت عمرك ما هتنزل مصر. لو نزلت مصر اصلا هتتسحل بسبب الشتيمه اللي انت عمال تشتمها لنا دي، بس احنا برضو محترمين ومؤدبين مش هنرد عليه. احنا بينا لك الصوره، هتنزل مصر تلاقي كل شارع في جامع، نزلوا مصر كده هتلاقي كل شارع جامع او كنيسه، يعني المصريين معروفين بالتدين بتاعهم زي ما قلنا لك مهد الانبياء مصر. فما تجيش انت تغلط في مصر وتقول احنا مش هنقدر نعمل ونقدر نسوي، انت مين انت اصلا عشان تقول احنا مش هنقدر وتقول جيش المصري جيش كذا؟ جيش المصري خير جنود الارض، ان شاء الله ربنا يحفظهم وربنا يحميهم وحامين الحدود بتاعتنا، واحنا قاعدين في امن وامان في مصر وبركة ربنا وبركة الناس دي. فما تجيش انت تشككنا في الناس دي، مش انت اللي هشككنا فيهم ولا انت اللي هتقول لنا احنا مين؟ احنا المصريين معروفين وتاريخنا معروف، وشوية يعني المذيعين اللي انت بتجيبهم الهربانين من مصر اصلا لازم يشوهوا سمعة، هما بياخدوا فلوس عشان يشوهوا سمعة مصر، يقول لك التاريخ المصري ومش التاريخ المصري. احنا عارفين تاريخنا كويس وعارفين التدين في بلدنا كويس يا خالد يا ابو شنب، بلاش الاستفزاز بتاعك دوت. وانت بقى لو فضلت تستفزنا كده كل يوم برضو او كل فترة هنطلع ونديك فيديو ونعرفك اللي انت لو عندك تسلخات هتدهن كده كوم، عندك الجيش المصري عامل لك تبول لا اراد انت وام احمد بتاعت اثيوبيا دي، هو ما فيش اسمه ابي احمد، هو الترجمه بتاعته غلط، هي اسمه دلوقتي اسمها ام احمد، يعني بتاع اثيوبيا ده اسمه ام احمد وخالد ابو عجوه ده اسمه خالد صباع العجوه اللي هو عنده تسلخات، عامل لهم رعب. احنا لو عايزين نهد سد النهضه ده في ثانيه هنهده، يعني احنا لو عايزين نهد سد النهضه ده في ثانيه هنهده، بس احنا بلد معروفة اللي احنا ما معتديش على اي حد الحمد لله. المية عندنا كتير، وبص يعني لو عايز تيجي انت باين عليك ما تستحماش اصلا يا صباع العجوة، انت لو عايز تيجي تستحمى هنا هنحميك، نصب المية عندنا في ارتفاع والمية مفيش فيها اي مشكلة، هتملوا سد التاني تملوا تالت تملوا رابع تملوا خامس، ولا صباع العجوة ولا ام احمد بتاعت اثيوبيا هتهددنا، لان احنا شعب ليه عقيدة وليه دين ومتدينين ماشي. والشعب اللي انت بتقول عليه والجيش اللي انت بتقول عليه دوت، ها اللي انت اصلا ما تعرفوش، الجيش ده خير اجناد الارض. مش هطول عليكم، بشكر كل الناس اللي بتشاهدني، وان شاء الله باذن الله باذن الله مصر دايما، يعني احنا كرمه كرمه لكل الناس، بلدنا مفتوحه لكل الناس. يعني الشعب لما صار ضد الرئيس بتاعهم البشير جه مصر لانها بلد الامن والامان، واحنا اللي حنل لهم المشكله، واحنا اي مشكله بتحصل لهم احنا بنحلها، لان هم اخواتنا اخواتنا ومشتركين معانا في الحدود. احنا بنحبكم وبنحب الشعب السوداني جدا جدا جدا، الا صباع العجوه اللي طالع يشين في مصر والمصريات اللي هم ضفرهم برقبته هو ووالدته عشان ما عرفتش تربيه. لكن بقيه الشعب السوداني شعب طيب
وعايشين معانا هنا في مصر وعارفينهم، وكلهم عارفين يعني ايه مصر، وعارفين يعني ايه التدين المصري، وعارفين يعني ايه الجيش المصري حامي ارض مصر وارض الوطن العربي كله. والله العظيم لولا مصر لا الشرق الاوسط ده كله كان حصل فيه بلاوي. لولا مصر كان الشرق الاوسط ده والسودان وليبيا وتونس وكل البلاد اللي حوالينا كانت اتدمرت. مصر لو وقعت كله هيقع، بس الحمد لله ربنا حافظ مصر عشان خاطر عارف كويس ان مصر هي رمانة المزان بتاعت المنطقة كلها. وان شاء الله باذن الله احنا ما خرجناش عن موضوع الصحة والطب، احنا النهاردة اديناكم معلومتين حلوين وان شاء الله باذن الله هيستفيد بيهم خالد ابو رهف اللي هو صباع العجوة السوداني اللي بيطلع يشتم في المصريين كل يوم، ويا ريت الناس تعمل عنه ابلاغ، يا ريت الناس كلها ترد عليه بالابلاغ فقط لا غير، محدش يتفرج له على اي فيديوهات، محدش يشاهده خالص. انا فقط لو هشاهده عشان خاطر لو طلع عمل فيديو واساء لمصر انا هطلع ارد عليه، انا مش سياسي بس ضايقني كلامه لانه هو انسان مستفز. مصر ان شاء الله باذن الله هتفضل هي مصر، وان شاء الله باذن الله مش الكلام اللي هيأثر فينا ولا اي حاجه من اللي بيقولها ديت هتأثر على مصر خالص. مصر ان شاء الله باذن الله ربنا هو اللي حاميها، وان شاء الله باذن الله احنا واثقين في الجيش المصري واثقين في الرئاسه المصريه. تحيا لمصر وتحيا الجيش المصري. وفي نهايه الختام البث يا ريت الناس كلها بدل ما تروح على حاجات تانية وتشاركها وتكتب تعليقات للراجل دوت، لا انتوا شاركونا البث بتاعنا وعرفوهم ان في مصريين، عرفوكوا انتوا مين وعرفوا الاثيوبيين هم مين ماشي واصلهم ايه وهم شغالين في ايه دلوقتي. فعشان كده انا بتضايق من الناس المصريه بتخش تعلق له ولا تعبروه ولا تكتبوا له اي حاجه. انا عايز بقى البث بتاعنا ده يوصل لاكبر عدد من الناس، عايز الناس تعرف ان المصريين بلد، هم كل الناس عارف مصر بلد الدين، كل شارع زي ما قلت في جامع في كنيسه، كل شارع في امن وامان، احنا في امن وامان، والميه عندنا ميه كتير. يعني انا كل حته في مصر هتلاقي كولدير، هتلاقي حنفيه ميه في الجوامع في كل حته. نهر النيل دوت هبه المصريين، محدش يفكر ان نهر النيل دوت هم بشر هيمنعوا، عمرها ما هتحصل. انتوا لو منعتوه هتشوفوا بقى الجيش المصري، مش هقول لكم بقى الجيش المصري، الشعب المصري هو اللي هيعمل فيكم ايه، لان انتوا مش عايزين جيش. اللي عمال يطلع يقول لك الطيارات الاثيوبيه مسحت الحدود السودانيه ومصر هتوقعنا في حرب مع اثيوبيا، يعني انتوا الحدود دي بقالها ملايين، بقالها ملايين السنين، اشمعنى مصر يعني هتوقعكم معاهم؟ يعني مصر واقفه معاكم في كل وقت. لسه في يعني كان في طيارات مصريه راح السودان لانهم عارفين ده حق عليكم، حق لينا، حق ليكم انتوا علينا، انتوا جيراننا واشقائنا واخواتنا، وزي ما قلت لكم احنا كنا بلد واحده. محدش يزعل من اخواننا السودانيين اللي معانا في الجروب، انتوا اخواتنا، بس الراجل دوت لا يمس السودان بشيء، ويا ريت الناس تعمل له بلوك من على الفيسبوك. تحيات ليك وتحيات لكل الناس اللي بتشاهدني، وعلى قد ما تقدروا لو عرفتوا تشاركوا البث شاركوه او تكتبوا تعليق او لايك، وان شاء الله باذن الله بكره هطلع معاكم في بث جديد في موضوع جديد، وان شاء الله باذن الله ربنا يخلي مصر كده ويخلي الشعب المصري، وان شاء الله باذن الله مصر في امن وامان. معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.